خلينا نحكي، احنا بنعرف انه لارافيل 8 صارت بتشتغل على 45، ويمكن لما احنا اخذنا نظرة سريعة عليها ما شفناش جزئية كيف لو انا عندي اكتر من جارد، يعني عندي مثلا جارد للادمنستريتور وجارد للكاس. انا حاليا مثلا بشتغل على بروجكت له علاقة بالاي كوميرس او ستور، وهذا الستور انا فعليا رحت ضفت عليه تو جارد، او فعليا عندي الجارد الاساسي اللي هو الويب، ثواني، اللي هو احنا متعود الجارد اللي بيجي ديفولت، ورحت ضفت جارد تاني سميته كاستمرز. طبعا احنا بنعرف كيف بنعرف الجارد، زي ما احنا عارفين بعمل جارد وبعمل له بروفايدر، والبروفايدرز بنحدد من اي موديل، وفي موضوع ريسيت باسورد ممكن اضيفه. الان في شغل الفورتيفاي احنا بنعرف في كونفيج، في ملف كونفيج للفورتيفاي. في الفورتيفاي كونفيج بيتم استخدامه عشان نعرف ايش الجارد اللي حنشتغل عليه. طبعا لاحظوا احنا بنشتغل على سنجل جارد، يعني يا بحدد جارد الويب اللي هو تبع جدول اليوزرز، يا جارد الكاستمر اللي هو للكاستمر. انا افترضت انه حيكون الديفولت جارد للفورتيفاي هو الكاستمر. طيب في الحاله هذه، طب لو انا بدي اعمل استخدم نفس الفورتيفاي بدون ما اكتب اكواد اضافيه، بس بحيث انه انا ممكن اشتغل على جارد تاني، يعني مثلا اروح انا اغير، طبعا قيمه الكونفيج بشكل عام، القيم اللي بتتخزن في الكونفيج هذه القيم ممكن انا اعملها اوفر رايت، يعني انا اثناء الران تايم والابلكيشن تبعي شغال، انا ممكن اغير قيمه الجارد من كاستمر لمثلا ويب. وهذه هي النقطه اللي حنشتغل عليها، اللي هو كيف انا مثلا يكون عندي شاشه لوجن، هذه او شاشتين لوجن هيستخدموا نفس كود الفورتيفاي، لكن مثلا الشاشه الاولى هخليها تعمل ست للجارد انه يكون كاستمر، والشاشه الثانيه هتعمل ست للجارد انه يكون مثلا الويب. وهنا بتصير الفكره انه انا كيف اعمل مالتي جارد اوثنتيكيشن باستخدام الفورتيفاي. طبعا الحقول الثانيه احنا يمكن مرينا عليها، هذا حق الحقل تبع اليوزر نيم، وبدأ برضه نفس الفكره، لو انا مثلا بتغير القيمه هذه دايناميك فنفس الفكره، وهذه الحقول كلها ممكن تغييرها. في الفورتيفاي البريفكس هذا يستخدم في عمليه البريفكس للراوت، يعني نعرف مثلا راوت اللوجن في الفورتيفاي هو لوجن، يعني الابلكيشن تبع سلاش لوجن. الان لو انا ضفت هنا بريفكس مثلا سميته ادمن، معناته صار انا عندي راوت جديد اسمه او راوت اللوجن صار شكله هيك ادمن سلاش لوجن. وهان انا برضو ممكن استغل فكره البريفكس بحيث انه انا لما بدي اكون عامل لوجن باستخدام الادمن بدي احول راوت اللوجن لادمن سلاش لوجن، ولو بدي اكون عامل لوجن من خلال كاستمر بدي اخلي الراوت هو عباره عن سلاش لوجن، فانا برضو ممكن العب في موضوع البريفكس في الران تايم. الميدل وير طبعا هذه ويب حتكون معناته طبعا ميدل وير الويب اللي احنا عارفينه، وهنا باقي التفاصيل الثانيه. خلينا نحكي فعليا انا بهمني شغلتين في الفورتيفاي عشان افعل موضوع المالتي جارد. موضوع اني اعمل اوفر رايت للجارد، اني اغير قيمته في الران تايم، وفي عندي جزئيه البريفكس او الدومين. طبعا موضوع الدومين برضو هذه ممكن نستغلها، وهذا انا برضو هوضحها، انه انا ممكن انا عندي الدومين الطبيعي مثلا لوكال هوست. الان انا مثلا بدي الادمن بدل ما يكون مثلا ادمن لوكال هوست سلاش ادمن، هذا يعتبر ايش دومين، هذا يعتبر بريفكس. انا ممكن اعمل دومين اسميه مثلا ادمن دوت لوكال هوست اللي زي سب دومين، وبالتالي لو انا جيت حكيت انه انا بدي اشتغل على الدومين هذا، تمام، فهذا معناته ان انا بتصير عندي كل الراوتس تبعت اللوجن هيصير عندي شكلها زي كده، مثلا ادمن سلاش او ادمن لوكال هوست سلاش مثلا لوجن في الحاله هذه. وهان برضه هذه القصة ممكن أعملها أوفر رايت في الران تايم. طبعا موضوع الدومين بيحتاج إنه نحمل بعض الكونفيجريشن. قلت أنا عشان أوضح الثلاث نقاط كلها في مثال واحد، أول شغلة في عنا في الويندوز عشان نفعل موضوع إنه الأدمن دوت لوكال هوست يكون عندي هذا الدومين موجود. الآن إحنا بنعرف إنه اللوكال هوست باي ديفولت الويندوز بيعرف إنه لما أطلب لوكال هوست هو حيروح أوتوماتيك على الأي بي ال 127 دوت 0 دوت 0 دوت 1 اللي هو اللوكال اي بي تبعنا. طب اكيد لو انا طلبت ادمن دوت لوكال هوست في الغالب حيعطيني رساله انه مش قادر يوصل لهذا السيرفر، لانه بيعتبر انه هذا عباره عن سيرفر مش معروف، هو بيعرف كلمه لوكال هوست، يعني هذا بالنسبه له كيورد محجوزه، بس ادمن دوت لوكال هوست هذا بالنسبه له شيء غريب.
في الغالب. أول ما جربتهاش، طب خليني أجرب هالشغلة أنا أعمل. طب لو بدي نضيفها، لو بدي أفهم الويندوز تبعي، إنه لما أنا أطلب على البراوزر أدمن دوت لوكال هوست بدي أوجهه على نفس السيرفر تبعي اللي هو اللوكال، السيرفر اللوكال تبعي اللي هو الأي دي 127.0.0.1. هذه الشغلة بتتم من خلال ملف اسمه هوست موجود في الويندوز، المسار تبعه هتلاقوه في الويندوز سيستم 32 درايفرز اي تي سي هوست، هذا هو اسم الملف طبعا بدون امتداد، ويندوز سيستم 32 درايفرز اي تي سي هوست. هذا الملف بيسمح لي ان انا اعمل توجيه انه لما اطلب دومين معين احكي له يروح يستخدم ايش الاي بي اللي يستخدمه. هنا ممكن نعتبره زي لوكال دي ان اس خاص بالجهاز تبعي، يعني مثلا انا ممكن اجي اروح لو انا مثلا بدي اعمل بلوك لبعض المواقع مثلا، فانا ممكن اروح على اي موقع بدي اياه واحدد ايش الاي بي تبعه، وبالتالي ممكن باي ديفولت هذا الدومين له اي بي معروف طبعا بحصل عليه من الدي ان اس تبع السيرفرات الخارجيه. الان لما انا اعرف الهوست الاي بي والدومين، فانا لما اصير كل مره اطلب هذا الدومين حيتم استدعاء هذا الاي بي، وبالتالي هذا ممكن فعليا الدومين هذا ما يكونش اصلا على هذا الاي بي، لكن انا عملت زي اوفر رايد للقصه هذه. نستخدمه مرات في موضوع الديفلوبمنت والشغلات هذه. فانا ممكن هنا اجي اعمل انه ادمن دوت لوكال هوست يروح على مثلا الاي بي اللوكال، مثلا يو اي دوت لوكال هوست كذا يروح على الاي بي. فهذه الخطوه مثلا مهم نعملها. انا بدي اجرب اعمل شغله انا ما جربتش، هل انا ممكن بدونهم اقدر استدعي السب دومين على اللوكال هوست ولا لا؟ طبعا هذا الملف لازم نفتحه باستخدام صلاحيات ادمنستريتور عشان نقدر نعمل له اوفر رايت. فبدي اجرب بس هالشغله ما ظبطتش، حنرجع للموضوع تبعنا. الان لو انا هاي المشروع اللي احنا اصلا شغالين عليه وانا اوريدي عامل ران سيرف، فبدي اجرب اطلب ادمن دوت لوكال هوست طبعا نفس البورت 8000. البورت ما بياثرش، الفكره دائما في الويندوز انه هو بيطلع الدومين ما بيطلع البورت عشان يعرف منه الاي بي. فانا مثلا هنا حكي له ادمن دوت لوكال هوست، اذا اعطاني انه كانت ريتش سيرفر معناته انه مش فاهم ايش الدومين هذا. تمام، بس بدنا نتأكد من النقطة هذه. مثلا جهان خطوة اوكي شكله وصل، لاحظوا ايش اعطاني. طبعا لانه هو معروف نظام السب دومينز هو اوتوماتيك بتوجه للدومين الرئيسي، تمام، وبيعتبر هذا السب دومين جزء منه، فعشان هيك فتح عندي. الان انا فعليا شاشه الادمن لوكال هوست هذا انا مستخدمها لموضوع الادمن راوت، يعني انا مثلا بدي اعرف الراوت تاعت الداشبورد باستخدام سب دومين. طبعا هذه الخاصيه عشان فعال على السيرفرات الخارجيه، معناته انا بحتاج انشئ سب دومين في السيرفر يتم توجيهه للدومين الرئيسي. تمام، يعني بنعمل سب دومين على السي بانل مثلا، الدومين هذا بيأشر على نفس الدومين الرئيسي. ففي الحالة هذه أنا بإمكاني أصير أعمل راوت بالطريقة. طب كيف أنا ممكن أكتشف أو أعرف الراوت هدول في ملفات الراوت؟ هروح على الأب أو البروفايدرز راوت سيرفيس بروفايدر. أنا عملت ملف راوت جديد سميته أدمن، ثواني اللي هو هذا، هذا راوت جديد اسمه أدمن، ملف أنا سميته أدمن في الراوت. طبعا عشان أقدر أستدعي هذا الملف بدي اروح انشئله في الراوت سيرفيس بروفايدر، اضيفه في البوت فانكشن تبعته. طبعا هنا الميدل وير تبعت الويب، وهنا ضفت في الراوت حاجه اسمها دومين، وهذه النقطه المهمه اللي لازم نعملها عشان افهم اللارافيل انه كل الراوت اللي معرفه جوا الملف هذا هتكون تاب على للادمن دوت لوكال هوست، يعني حيصير الراوت ادمن دوت لوكال هوست سلاش لوجن زي ما صار عندي هنا. طبعا النيم سبيس ممكن اعرفه، ولو بدي احط از ذا نيم ما فيش عندي مشكله. الراوتس اللي معرفها هي راوتس، هاي ملف الادمن راوتس عاديه. طبعا انا كده انا ايش سويتها، رحت جبت عملت انكلود لملفات الراوتس تبعت الفورتيفاي. تمام، طبعا طالما عملت لها انكلود، طبعا الراوتس تبعت ملفات الراوتس او ملف الراوتس تبع الفورتيفاي بيعرف مثلا راوت اسمه لوجن، هو بيعرف لي راوت اللي هو مثلا هنا نكتبه، بيعرف لي راوت شكله لوجن زي كده سلاش لوجن. الان هذا اللوجن هو موجود،
بس في الملف هذا عشان انا اصل للراوت هذا لازم اكون مستخدم الدومين اللي اسمه admin.localhost. طبعا لو انا كنت عامل في السيرفيس بروفايدر مش دومين، اشتغلت على البريفكس، يعني انا عندي تو اوبشن، يا بشتغل دومين يا بشتغل البريفكس، فانا ممكن اضيف هنا بدل دومين احكي بريفكس، واعمل بريفكس اسمه ادمن مثلا. طبعا في الحاله هذه صار عندي الراوت، حيكون شكل الراوت مش ادمن دوت لوكال، بس حيكون لوكال هوست العادي اللي احنا متعودين عليه، لوكال هوست وطبعا 8000 عشان البورت، وهنا صار عندي بريفكس اسمه ادمن سلاش لوجن. طبعا لانه هذا الراوت انا عملت له انكلود داخل الادمن، والادمن فايل انا عامل له جروب وبريفكس، فاوتوماتيك هو هياخد البريفكس تمام بالشكل ده، وبالتالي انا مثلا ما اضطررتش اكرر تعريف الراوس، استخدمت نفس الراوس تبعت الفورتيفاي، يعني رحت استخدمت نفس الفورتيفاي بس من خلال شكل جديد، يا من خلال دومين جديد يا من خلال بريفكس جديد. هذه اول يعني شغله ممكن نعملها في موضوع الراوس تبعت الفورتيفاي. فصار هيك انا بدي ارجع لموضوع الدومين. فصار هيك انا عندي فعليا تو راوتس، في عندي راوت اللوجن العادي لما اطلب لوكال هوست 8000 سلاش لوجن، هذا الراوت تبع اللوجن تبع الكاستمر، طبعا حاطين رساله انه هذا الراوت انه انا مش معرف ملف الفيو، يعني فعليا هو الراوت موجود ديفايند لكن انا لسه مش مجهز ملف الفيو تبعه. بينما الادمن دوت لوكال هوست على نفس الراوت طبعا انا مجهز ملف الفيو، فاعطاني شاشه اللوجن هذه. فهذه اول شغله احنا ممكن نعملها في جزئيه اني افصل الراوتس، لانه حتى اتفقنا يمكن من البدايه حتى في لارافيل 7 وغيرها انه انا عشان اشتغل على تو جارد انا فعليا بدي راوت لللوجن لكل راوت، يعني كل راوت عفوا كل جارد له لوجن خاص فيه تمام. فاحنا هيك فصلنا، هيك انا فعليا صرت معرف راوت لوجن مختلف لكل جارد، هذا الجارد تبع الادمن هاي راوت اللوجن تبعه، والجارد تبع الكاستمر اللي هو اللوجن العادي. طيب الان الفكره وين؟ انه انا بدي اصير في الران تايم اذا كان اللوجن راوت مطلوب من خلال الادمن، فبدي اخلي الجارد بدل ما هو ويب، عفوا بدل ما هو كاستمر بدي احوله لويب. انا هنا مفترض في المشروع انه الكاستمر هو الديفولت جارد، والويب اللي هو في الويب بالنسبه لي هو للادمن تمام، اللي هو الجارد الافتراضي انا معتبره للادمن. فانا في الحاله هذه بدي اروح اغير الجارد من كاستمر لويب. طب هذه الشغله انا وين ممكن اعملها؟ عملناها في الاوث سيرفيس بروفايدر في المنطقه هذه، عفوا في الفورتيفاي، لان احنا شغالين فورتيفاي، فانا رحت في الفورتيفاي سيرفيس بروفايدر وحطيت الكود هذا. الان الكود هذا انا بفحص ريكوست از ادمن، لقيت الاز ادمن هذه فانكشن انا معرفها على مستوى الريكوست، لقيت حفرجيكم كيف بنعرفها. هذه بتفحص اذا كان الريكوست الحالي مطلوب من خلال الدومين تبع الادمن اللي هو هذا. ففي الحاله هذه بدي اروح اعمل ايش؟ كونفيج اوفر رايت اللي هو في الشركه كونفيج، بدي احول الفورتيفاي دوت جارد، احنا بنعرف الكونفيج عشان اصل للقيمه بحط اسم الملف دوت الكي، فانا فورتيفاي دوت جارد هتصير قيمته ويب. ونفس الفكرة قلت باي ديفولت انا معتبر الجارد الافتراضي ملوش دومين، يعني هو اللوكال هوست، لكن الجارد تبع الدومين تبع الادمن اللي هو الويب هيكون تابع للدومين. طبعا ريكوست جيت هوست بترجع لي الكرنت دومين، فانا طبعا ممكن احطها، او انا ممكن احطها بشكل صريح، بس انا عملتها دايناميك عشان ما اضطرش اعدلها لما ارفع شغلي، يعني ممكن اكتب هنا ادمن دوت لوكال هوست، لكن انا قلت له هنا ادمن اللي هو ريكوست جيت هوست. طبعا جيت هوست هذه جاهزه الميثود، قلت بس قصه الايز ادمن كيف عملناها؟ هذه عباره عن احنا بنعمل ممكن نعمل على مستوى الريكوست زي ماكرو ماكرو فانكشن اللي هي بصير استديها على مستوى الاوبجكت تبع الريكوست، هذه احنا ممكن نعرفها من خلال اب سيرفيس بروفايدر في الريجستر ميثود، رحت حكيت له الريكوست في كيت، طب هذا الريكوست في كيت بنعرف حاجه اسمها ماكرو، هاي اسم الفانكشن تبعت اللي اسمها الايز ادمن. انا هنا بفحص هل الهوست الحالي تبع الريكوست، طبعا هذه التيست بتعود على الريكوست نفسه لانه هذه ماكرو تابع للريكوست، فانا بسال هل الريكوست الحالي الهوست تبعه هو هذا القيمه تمام. فبالحاله دي ايش؟ طبعا اذا هو اذا حترجع ترو، فهيك انا صرت هنا افحص اذا كان هو ايز ادمن او لا. طيب قلت انا كيف بدي اعمل
هيك احنا الراوتس فصلناهم، هيك احنا عرفنا كيف نغير دايناميكلي الجارد من خلال الطريقة هذه، وكيف انا اعرف الراوتس. هلا ضل عندي جزئية الفيو، احنا لاحظنا انه الادمن لوجن له فيو، واللوجن العادي له فيو بس انا مش معرفه. فكيف احنا بدنا نفهم اللارافيل او الفورتيفاي انه يستخدم لوجن فيو مختلف لكل راوت، مع انه انا مستخدم نفس اللوجن راوت بس اللي اختلف اليو الهوست. هذه الشغله برضه بنعملها هنا في جزئيه، احنا بنعرف انه في عندي في الفورتيفاي ميثود اسمه لوجن فيو، في اللوجن فيو احنا كنا نرجع ملف الفيو اللي حستخدم في اللوجن. هنا استغلت نفس الفكره، رحت انا عملت تشيك داخلي اذا كان الريكوست الحالي عباره عن ادمن ريكوست، فانا بدي ارجع ملف الفيو هذا، ايلس هرجع ملف الفيو العادي اللي هو الاوث دوت لوجن. تمام، يعني بس هذا الكود انا ضفته. هيك فعليا انا صار يعني عندي الكود جاهز. طب لو انا بديش اشتغل دومين، بدي اشتغل بريفكس، بنعمل نفس الفكره، نيجي نعمل هنا تشيك فورتيفاي دوت بريفكس، وبنعطي مثلا اسم البريفكس تبعنا مثلا ادمن. يعني لو انا ما بدي اشتغل دومين، بدي اشتغل نظام بريفكس، فانا ممكن اشتغل على جزئيه البريفكس في الحاله هذه، وبالتالي الاز ادمن ميثود هذه انا ممكن احولها انها تفحص البريفكس نفسه. يعني قلت هنا مثلا احنا بنعرف انه هيك دومين، طب كيف بدي اعتبر اذا هو كان ادمن؟ بدنا نعتبر اذا كان دائما الراوت بيبدا بسلاش ادمن، هيك انا بعتبر انه هذا الراوت عباره عن ادمن راوت، وبالتالي هعتبر انه الريكوست از ادمن. هنا 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 اللي حيصير انه هنا حنغير بس الفاليديشن، هنيجي نحكي ريتيرن، طبعا الريكوست اللي هي التست تاعتنا، في ميثود اسمها از، هذا الاز بعطيها شكل دومين، مثلا بدي احكي له از ادمن. تمام، يعني هل الريكوست بيحتوي على ادمن، تمام، او مثلا ادمن سلاش انيحه اي شيء وراه. طبعا هذه ادمن يعني فعليا زي كاني بحكي له هل الراوت عباره عن لوكال هوست سلاش ادمن فقط، هذه الاز الاولى. طبعا هذه الاز بتاخذ اكثر من باترن احنا بنسميه، فاي واحد من هدول الباترنز بيكون الريكوست شكله هيك، فحي ايش هيرجع لي ترو، غير هيك الاز حترجع لي فولس. فالباترن الاول بيعمل فاليديشن على هذه، تمام. الباترن الثاني اللي هو لوكال هوست، سلاش ادمن سلاش اني حاجة، يعني زي مثلا زي سلاش لوجن، فالستار هذه بتعني اني كاركتر، تمام. فانا بحكي له انه ايش، سواء ادمن لحال او ادمن وراي شيء، فيعتبر هذه وهذه حترجع لي ترو. هذه بديل لو انا ما بدي اشتغل نظام الدومين، فبصير الاز ادمن بتفحص بالشكل هذا، واصير انا اغير في الفورتيفاي بعمل ست للبريفكس بدل ما انا كنت اعمل ست للدومين، تمام. يعني سواء بدي استخدم البريفكس او بدي استخدم الدومين، تمام. هذه هي الفكره تاعت التغيير. بعد هيك بصير موضوع اللوجن، انا مش محتاج اكتب اي كود اضافي للوجن لانه اوتوماتيك حيستخدم الكود الافتراضي تبع اللوجن، وطبعا لاني عملت ست للجارد فهو اوتوماتيك حيصير لما يعمل لوجن من خلال اللوجن فيو هذا حيفحص من خلال جارد الويب، يعني حيدور على البيانات تاعت اليوزر نيم والباسورد في جدول اليوزرز. في الراوت الثاني تبع الاوث لوجن العادي حيستخدم اللوجن، حيستخدم جارد الكاستمر، وبالتالي حيعمل لوجن من خلال الفحص في جدول الكاستمرز. لاحظوا انا ما كتبتش اي كود اضافي كتير، بس مجرد عملت ست لبعض القيم دايناميكلي، فانا صار عندي مالتي جارد بدون ما اكتب كود اضافي بشكل كامل. انا استغليت فكره الدومين لانه فعليا اريح لي شويه هيك في الشغل، وبالتالي ممكن نستغلها. زائد انه انا عندي مثلا فكره مشروع انه انا بدي يكون عندي زي متجر الكتروني، هذا المتجر متعدد الدول، يعني مثلا لو اليوزر جاي من مثلا من دوله قطر، فبدي يطلب مثلا قطر دوت لوكال هوست 8000. طبعا خلينا هكذا حفرجيكم هذه بالصوت، تمام. فهنا طبعا برجع اللغه، بدي خليني ارجع شغله غير اللغه، خليني ارجع لكم الدومين نفسه. ان هي بنروح على وين ملف الكنترولرز،
هشوف كيف عامل الشغلة هذه كمان. هاي الهوم كنترولر، انا بعمل هنا ابجت لوكال، لا بعمل هنا ريتير ل ريكويست فانكشن، وفي عندي برام انا مسميه ستور. هنشوف هذا البارامتر ايش هو. هعمل ريفرش. اوكي عفوا مش بار، راوت. احنا عملت له فورجيت، مش هيبين. انا عامل حاجة اسمها هنا اب ميك، حاجة احكي لكم ايش هذي كمان برضو. اب ميك للستور، انا عندي موديل اسمه ستور، عفوا مش هذي الموديل تبعي، هو هذا كلاس. فعملت ريفرش رجع لي الموديل تبعه. الان لو انا عامل مثلا دومين تاني مثلا يو اي اي، راح رجع لي يو اي. رحت اختار الدومين مثلا كي اس اي السعودية، طبعا يقول لي ايش هاي مثلا في عندك كي اس اي. طب اعتقد كي دبليو مش موجود، حيعطيني يعني صار يعطيني ايش انا بكتب له هنا، صار يرجع لي. تمام. طيب الفكرة حسيك كالتالي، او كيف انا عملت الشغلة هذه. الان انا بدي اعمل نظام انه انا ممكن يكون عندي نفس الكود نفس الموقع، لكن بناء على السب دومين انا اصير عارض معلومات مخصصة. مثلا انا اجيب منتجات حسب الدولة هذه، انا ما بدي اكتب كود فعليا في الوضع الطبيعي. السب دومينز هي تعتبر زي مواقع مستقلة بذاتها عن الموقع الرئيسي. انا لا بدي اشتغل انه السب دومين هو فيرتشوال يعني وهمي، يعني الكي دبليو هذا مش دومين حقيقي، هو مجرد حستخدمه في موضوع. هذا طبعا اغلب المواقع زي الشوبيفاي او غيرها بيستغلوها، يعني بيجي بيحكوا لك احنا هنعمل لك سب دومين باسمك. تمام. فعليا هم ما عملوا لي سب دومين، هم عملوا زي فكره هيك احنا عاملينها اللي انا عاملها هنا. هذيك عشان نعملها محتاجين عده شغلات. اول شغله في ملف الراوت تبع الويب، حتلاحظوا ان انا عملت هذا الكود routes web، عملت جروب. لا مش من عملتها في الراوت سيرفيس بروفايدر. اوكي هذه هي ملفات الويب. برضو استغليت موضوع الدومين، وطبعا برضو بامكاني في الدومين اعرف بارامتر. فالستور هنا هذا عبارة عن بارامتر، احنا فوق ثبتنا الدومين ثابت admin dot local host. هنا لا، انا عملت دومين بيتبع لللوكال هوست، بس عبارة عن ايش، دومين متغير. يعني هذا البارامتر هو الستور. طبعا هذا عشان استقبله، خلينا اوقف هذه الجزئية هيك. خلينا انا هنا عامل ميدل وير خاصة، بدي اوقفها هنا مؤقتا. ليش راوتس الويب معرفة مرتين؟ اوكي انا متعمد اعملها. اوكي خلينا نرجع للنقطة هذه، انا هشتغل على الدومين. تمام. طبعا قلت هذا صار عبارة عن بارامتر، معناته اي راوت هيستقبل هذا البارامتر. فانا بامكاني مثلا في الهوم كنترولر صارت هنا استقبل متغير اسمه ستور. تمام. وبالتالي انا ممكن اعمل هنا ريتيرن للستور مباشرة. لو جيت عملت ريفرش، لان انا ايش بكتب هنا مكان البارامتر اللي انا حطيته في الراوت، هو في ايش انا بحط هنا مكان البارامتر هذا، صار بامكاني استقبله. طيب لما اجي احكي ادمن، اجيت الادمن هي تعتبر بارامتر، لكن لاني انا مثبتها فوق قبل، فهو اوتوماتيك حيعمل ايش، ماتش للراوت هذا قبل ماتش للراوت هذا. عشان هيك دائما مهم جدا لما يكون عندي نفس شكل الاستراكشر. تمام. فبدي احط دائما الاشي الثابت قبل الاشي المتغير عشان يعمل ماتش لإله قبل ما يعمل ماتش للي تحت. عشان لما اطلب ادمن، تمام، ما ودانيش على الهوم كنترولر، وداني على الكنترولر الخاصة بالادمن. تمام. احنا اذا هنا ايش ما بدنا نكتب كله يعتبر جزء من او قيمة الراوت تبعنا. طبعا هذه لو انطلب منكم شغله انكم تعملوا مشروع بحيث انه يكون عندي
زي دومينات وهمية. طبعا أنا من خلال تلاحظ النصاب بإمكاني أعرف إنه هو إيش اختار أي دومين، أو هو داخل من أي دومين، تمام، من خلال البارامتر هذا اللي أنا صرت أستقبله في الراوت. وبالتالي أنا مثلا لو أنا عندي برودكتس، أنا بقول له مثلا هات لي كل البرودكتس اللي تابعين مثلا لهذا المتجر تبع الكويت أو تبع السعودية على سبيل المثال. وهذه إحنا ممكن نستغلها في الجزئية هذه. طبعا هذه بتتطلب اعدادات على مستوى السيرفر، اني افهم السيرفر انه لو انطلب دومين اسمه مثلا كي دبليو يروح على الدومين الرئيسي تبعنا اللي هو اللوكال هوست. طب انا برضه في نفس الوقت بديش اللوكال هوست الطبيعيه تروح، تمام. طبعا هنا اعطانا انه طبعا ممكن اخلي الستور في الحاله هذه ممكن يكون اوبشنال، على اساس انه انا ممكن ما ينبعتش زي هيك. لقيت انا مش باعت هنا بارامتر، اعطاني الرساله هذه، تمام. فاروح اتاكد، حطيت انه الستور ممكن تكون اوبشنال. طبعا هعمل ريفرش، اشتغل الراوت. الان موضوع انه انا هذا البارامتر ما ينفعش احطه اوبشنال للاسف في نظام الدومينز. نرجع للراوت، ما ينفعش اجي احكي الستور علامه استفهام. ليش؟ لانه الدوت هذه كيف بدي استثنيها، تمام. الدوت هذه انا كيف بدي اشيلها، لانه قلت صار بالنسبه له في راوت اسمه هيكون انت راوت عباره عن الستور دوت لوكال هوست مثلا، قيمه الستور دوت لوكال هوست او دوت لوكال هوست. طبعا فيش عندي حاجه اسمها دوت لوكال هوست في الدومينز. طب عشان هيك انا ما عملتش هذا البارامتر اوبشنال، وفي نفس الوقت انا بدي اكون قادر اني اطلب الموقع من خلال الدومين الرئيسي يعني بدون السب دومين. فعشان هيك انا حتلاحظوا انه راوت الويب هذا انا مكرره مرتين، هيو المره الاولى باستخدام الدومين، والمره الثانيه هو نفسه بس بدون استخدام الدومين، تمام. بحيث طبعا هو نفس ملف الراوس اللي هو الويب والويب، يعني هيك انا عرفت نفس، يعني انا ممكن نفس الراوس تكون تابعه لدومين معين، تمام. يعني لو رحنا على ملف الويب هتلاحظوا ان انا خلص عامل بس مجرد دومينز. فهذا الراوت اللي هو الراوت الرئيسي بيروح على الهوم ممكن يكون من خلال دومين معين او ممكن يكون من خلال الدومين الرئيسي. فبرضه ما اضطرتش اعمل راوت خاصة بكل سب دومين. هنا هيك ما صارش انا يعني صرت مش محتاج اعمل راوت خاص بكل دومين، لكن الفكرة انا صرت كررت الراوت مرة باستخدام انها تابعة لدومين معين، ومرة انها تابعة للدومين الرئيسي، يعني بدون ما اضيف الدومين على مستوى الراوت. طبعا برضه مهم جدا الدومينز، لما انا اكون استخدم فكرة الدومين تكون جاية قبل اي راوت مش تابع لدومين. يعني هنا الترتيب مهم، يعني الراوتس اللي هتكون تابعة لدومين معين بدها تكون معرفة قبل الراوتس الرئيسية، سواء الاي بي اي او حتى الراوت الطبيعي تبعنا. عشان هيك برضو الترتيب هنا مهم جدا، كيف انا ارتب الراوتس. لو انا حطيت هذه تحت ممكن الراوتس تبعتي ما يصيرش لها ماتش بشكل صحيح. انا كنت عامل هنا زي ميدل وير، انا مسميها ستور دوت دومين. انا كنت فكرتي هنا، لاحظوا اجت فكره الميدل وير هذه، انه انا في الكود كنت عامل شغله انه انا ما بديش كل مره، قلت لانه صارت بما انه لقيت كل الراوس تبعتي صارت بدها تستقبل الستور، فانا ما بدي اشغل بالي ان انا في كل اكشن اضيف الستور بارامتر. فانا عملت شغله، عملت ميدل وير بتعمل كاتش خلينا نحكي لهذا البارامتر، وبتخزن قيمته في مكان ما، وبعد هيك انا بحصل على هذه القيمه. فانا الحل هذا عملته من خلال ميدل وير. الميدل وير اللي انا عملتها خلينا نشوف الكود تبعها اللي هي في الاب. في الميدل وير انا سميتها ستور دومين فلتر. طبعا اول خطوه رحت انا جبت القيمة اللي وصلتني في الراوت من خلال ريكوست راوت، والستور اللي هو الاسم البارامتر اللي انا معرفه حيرجع. قلت اذا وصلني فانا بروح اجيب قيمته مثلا. انا طبعا هنا عامل مفترض اجيب قيمته من عندي من الداتابيس، بس انا كنت مثبتها بشكل مبدئي هيك، فبروح اجيب قيمة الستور. ايلس ممكن اجيب قيمة افتراضية، انا هيك افترضت يعني كلمة، يعني لاحظوا كتبت هنا كلمة ديفولت. لان انا ايش عملت؟ رحت خزنتها في السيرفيس بروفايدر هذه القيمة، عشان اقدر لقيت قيمة الستور فاريبل هذا عشان اقدر استخدمه بعد هيك في اي مكان بدي اياه بدون ما كل مرة اطلبه. رحت ايش سويت؟ خزنته في السيرفيس بروفايدر. طبعا خزنته تحت اسم الكلاس نفسه، وهي القيمة تبعته. عشان هيك قبل شوية في الكنترول كتبت انا اب ميك، انه انا قلت له اقرأ لي القيمة هذه من السيرفيس بروفايدر. هيك انا خزنت في السيرفيس بروفايدر. طبعا ليش استخدمت انستانس؟ لان انا هنا بعت له الاوبجكت نفسه. احنا بنعرف السيرفيس بروفايدر بكون عامل فانكشن،
وهذا الفانكشن بترجع القيمه اللي انا بدي اياها، مثلا ممكن تخليها ترجع ريتيرن للستور. طب انا ليش اعمل شغله زي هيك؟ انا بامكاني طالما انا عندي اوبجكت جاهز فانا بعمل انستنس. طبعا في الحاله لو بدي استخدم فكره الفانكشن مش هنستخدم انستنس، ممكن نستخدم البايند في الحاله هذه مش انستنس. ممكن تقرأوا اكثر في موضوع التعامل مع السيرفيس بروفايدر. بعد هيك عشان انا ما بديش كل مره كل الراوس تبعتي تطلب البارامتر هذا، يعني انا هيك صار بامكاني ما بديش ابعت دائما للستور، وهيك انا صرت اطلب من السيرفيس بروفايدر تحت نفس الاسم اللي انا خزنته فيه، انا خزنته بنفس الاسم تبع الكلاس، ورحت انا حكيت له الراوت كارنت الراوت الحالي انسى انه في بارامتر كان اسمه ستور. فهيك صار انا مش مضطر ابعت البارامتر هذا للاكشنز. احنا بنعرف انه في الوضع الطبيعي اي بارامتر بضيفه في الراوت لازم ابعته للفانكشن. انا هيك صار بامكاني ما ابعتش هذا الراوت للفانكشن لاني حكيت له فورجيت. نرجع للكود ونشوف ايش اللي احنا عاملينه. فلو انا رجعت عملت مثال كده، انا ما اطلب راوت بدون دومين، هيرجع لي الديفولت اللي انا افترضته انه ما فيش عندي اي سلاج او عفوا اي دومين. اكيد لو انا قلت له مثلا كي اس اي مثلا، وراح يرجع لي انه لا انت استدعيت مثلا الكي اس الكاس كاس مثلا وهكذا. طبعا الادمن لانه هذا الراوت اصلا مختلف مش تابع للراوت، فاكيد حيروح على الراوت الخاص بالادمن. طبعا لو عملنا لوجن لاحظوا اللوجن شغال، موضوع ريدايركت برضه الوقت ماشي كده. انا بباني مستخدم موضوع اللوجن، احنا بنعرف في عندي ايرور، احنا بنعرف في موضوع اللوجن بعد ما يعمل لوجن وين يتم توجيهه، هل يتم توجيهه للصفحه الرئيسيه او لها. طبعا عشان اشتغلت موضوع السب دومين فموضوع ريدايركت مش محتاج اعدل فيه شيء، لكن لو انا بدي اشتغل نظام بريفكس في الحاله هذه موضوع الريدايركت بدنا نعمل له معالجه بطريقه ما، كيف انه انا اخليه يعمل ريدايركت حسب الصفحه او حسب الجارد المستخدم. اوثنتيكيت هنا مثلا لاحظوا انا مثلا في موضوع الاوثنتيكيشن، مثلا في موضوع الاوثنتيكيت انه هل اليوزر عامل لوجن او لا. تمام، في موضوع اللوجن احنا بنعرف الاوثنتيكيت ميدل وير بتستخدم عشان افحص اليوزر اللي عامل لوجن لا، اذا مش عامل لوجن فبتعمل له ريدايركت. عمليه الريدايركت برضه هشتغل على نفس المبدا، اذا كان الريكوست المطلوب يعني اليوزر طلب راوت تابع لهذا الدومين تمام، يبقى هذا عباره عن ايش؟ بدي احوله لللوجن تبع الادمن. فانا ايش حكيت له؟ ريتيرن راوت ادمن دوت لوجن اللي هو الراوت اللي انا معرفه، else طبعا هرجع الراوت تبع اللوجن الطبيعي. طبعا هنا استغليت برضو نفس الماكرو اللي انا عملتها تاعت الاز ادمن. طب وهنا طبعا ممكن تستغلوها في عمليه الفحص، انه انا عملت ريدايركت وين اوجهه بناء على الفحص هذا، هل انا هوجهه على اللوجن تبع الادمن او على اللوجن العادي. ممكن نفس الكلام نعمله في الريدايركت اوثنتيكيت، يعني اليوزر اوريدي عامل لوجن تمام، فانا ممكن هل ارجعه مثلا على الصفحه الرئيسيه ولا رجع على مكان تاني. فبرضه ممكن نشتغل على نفس الفكرة هذه في العملية اللي هنا. بشكل عام احنا هيك ممكن نعمل عملية الربط او اشتغل على مالتي جارد على مستوى الفورتيفاي، يكون عندي مالتي جارد اوثنتيكيشن على مستوى الفورتيفاي تمام. وفي نفس الوقت موضوع الدومينز لو انا بدي اشتغل على نظام دومينز، انه انا يكون عندي مثلا الدومين هذا ممكن مش شرط يكون متجر، احنا ممكن نتكلم عن موضوع الدومين مثلا انه انا اكون عندي يوزرز وكل يوزر له صفحته الخاصه من خلال سب دومين مثلا زي هيك. وهذا انتم ممكن كثير بتشوفوا في بعض المواقع، انتم بتحجزوا فيها موقع فبعطيكم زي سب دومين باسمكم تمام، بحيث انه اي واحد بيدخل على هذا الدومين فبيعطي له معلومات متعلقه مثلا بالحساب تبعه. فهذه الشغله بتصير بنفس المبدا اللي احنا اشتغلنا هيك في بلارافيل، وهذه الفكره كيف بتصير بلارافيل من خلال الراوتس دومين، انه احنا بنعرف على مستوى الراوت
بنضيف جزئية الدومين بشكل طبعا بارامتر على اساس انه ايش يكون القيمة هذه متغيرة مش ثابتة. فوق انا مثبتها، تحت انا خليتها متغيرة، وصرت طبعا وشفنا كيف نتعامل معها. لقيت انا بدي اتعامل معها بدون اعمل ميدل وير، فيش مشكلة، بس معناته انا حضطر ابعت دائما لكل فانكشن في الكنترولر البارامتر تبع الستور بالطريقة الميدل وير انا استخدمتها فقط بهدف اني انا اتجنب موضوع اني كل مرة ابعت القيمة تاعت الستور بارامتر. فانا عملتها من خلال ميدل وير وخزنتها في السيرفيس بروفايدر بحيث انه في اي لحظة بحتاجها بروح اقرأها من السيرفيس. هيك انا خزنتها في السيرفيس بروفايدر، وبعد هيك انا صرت اقرأها وين ما بحتاجها من السيرفيس بروفايدر. تمام، هذا بالنسبة للحقيقة حبيت احكي لكم اليوم. خلينا ناخذ سكرين شوت.